أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن شرح السنة للبربهاري واضحة تشرح نفسها، فينبغي لطالب العلم أن يعيد النظر فيها ولا تحتاج لشرح، ولهذا تركها السابقون على ما هي عليه ولم يتجشموا شرحها؟ إلا ما ودك تحضر شرحها لا تحضر يا أخي، إحنا اللي بنشرحها إن شاء الله، واللي ما هو راضي ولا يبغى شرحها لا يحضر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.